تفضل. سلام لأحلى أخت بالدنيا يا شيخ. ايش عندي؟ لا لا بس جبت لس فلات وايت. والله جاء وقته، شكرا. وراي مذاكرة واجد. بالعافية، بس أبي أسم موضوع مهم. وش فيك؟ اسمي يا خيتي، أنا أمام منعطف خطير بحياتي واحتاج فزعت. لا تتفلسف، أخلص أخلص، ايش عندك؟ صح، وش رأي سب موضي؟ موضي بنت خالتي؟ لا لا، موضي بنت جيراننا. ايش رأي فيها من أي ناحية يعني؟ من كل النواحي. يا أخي لا تلف وتدور، قل وش تبغى؟ أنا بتزوجها على سنة الله ورسوله، وبشوف هي تستاهلني ولا ما تستاهلني. تبي الصدق؟ هي ما تستاهلك. أفا، طب ليش؟ هي تستاهل واحد أفضل منك. أجل اسمي، أبي استروحين لها وجسين النبض علشان مو راح تقدم لها وبعدين تكسحني. أوكي خلاص نشوف. وش عندك اختبار بكرة؟ والله عندي فيزياء مرة صعب. أجل اسمعي، بكرة يحضر لس أحلى فلات وايت. إذا كذا بجس النبض وأعلمك. كافو يا الأخت البطلة. وقف 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 وقف. سلامات، وش فيك مهبول انت؟ ليه تلعب بالبيت هنا بالحوش؟ كسر اللمبات، كسر القزاز، وش ذا؟ بعدين ابوك كبير سن، ما تستحي على وجهك انت. اجل وين العب؟ تلعب بالحديقه، تلعب بالحاره، قدام بيت ابو موضي، اي مكان الا البيت. امي تخاف علي، تقول لا تطلع برا. اكيد تخاف عليك، بس لو انا رحت معك عادي. تبي نروح نلعب قدام بيت ابو موضي؟ ليه قدام بيت ابو موضي؟ على اساس الشارع حقهم كبير ينفع للعب. يلا يلا يلا. اسمع يا حبيبي يا سليمان، اللعب بالبيوت خطا، لانه ممكن تكسر لمبه. صح، ممكن تضربها بالشباك، ممكن تزعج امك بالمطبخ، ابوك يقوم من النوم. زي ما قلت لك، اي وقت تبي تلعب بالحديقه بالحاره انا تحت امرك. اوكي اوكي. كيفك بالراس؟ فنان. عدل، شف رح هناك وانا برفعها لك. يلا يلا. أبغاك ترتقي. ها؟ ما عليك ما عليك. يلا. أوف، تسطحت ببيت موضي. الله لا يوفقكم العيال جيران. يبا لا تدعي، يمكن ما يقصدون. لا يا شيخة. يا أخوي نكبتنا، سطحت عند بيت موضي. هذه أحلى نكبة بالحياة. اسمع، أنت رح لبيتنا وانا بجيب الكره واجي. انت موعدني تودي الحديقه. اي موعدك، بس هونت على كيفك هو يا اخي. اي على كيف يا جل، على كيفك. اي على كيفي يا ابوي، كره كورتي، وما جبت اقسم بالله العلم ابوي. اقسم بالله، والله متحمس الورع. خلاص ابشر ابشر، ابوك النشبه. تعال.